السلام عليكم البنات، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ اش اخباركم؟ كيف ما ديما كنقول لكم، مرحبا بكم عند قناة ام امير، ام امير كندا. مرحبا بكم معايا، وكنتمنى ان الفيديو ينالو اعجابكم. اليوم غادي نشارك معكم واحد الوصفه ديال لي طارت. انا كنشريهم البنات من هنايا واجدين، خاصنا عين طيبهم. غنوريكم كيفاش المبرش ديالهم من الداخل. هاد لي طارت انا كنشريهم من ماكسي ب 3 دولار 50. تقدري تصايبيهم في الدار، ولكن انا كنحاول انا باش ندير هادشي بيت شوي، كناخذهم واجدين جوست كنطيبهم في الفران صافي، ومن بعد كنعمرهم. هاد المره اليوم غادي نعمرهم على جوج انواع، المالح والحلو. المالح غادي نحتاج 3 البيضات، كاس الحليب، طون، جوج بصلات، غنشلضوهم ونشحرهم معانا. بالنسبه للحلو غادي نحتاج كريم باتيسيير، وليد زين، بنان ترونش، مشماش. وعندكم حريه تزيين هذاك الديسير اللي واجد عندكم في الدار، ممكن انكم تزينوا به. بقاو معايا دابا، غادي نشلضوا البصله ونحمروها في مليحه وبزار زويته شويه الكمون حتى وكان طيح البصله مزيان، وابخي غتشوفوا معايا المراحل الجايه ان شاء الله. هي تشحر باش سواء كانت هبط وميم طون الحلو. هنايا كيف ما كتشوفوا البنات معايا، دابا حطيت لي طارت ديالي باش ندخلهم الفرن، خاصهم يطيبوا قبل ما نعمرهم بالحشوه ديال كريم شونتي والديسير. دابا غادي ندخلهم الفرن ديالي كيف ما غادي تشوفوا البنات. كيف ما كتشوفوا معايا، هذا البيض، 3 البيضات وكاس الحليب كنخلطوهم هنا، كنزيدو عليهم شويه مليحه وشويه بزار. هنايا الطون، هنايا بصله مشحره، كناخذوا معلقه ديال البصيله كنحطوها بحال هذا الشكل، معلقه ديال الطون على هذا الشكل، دابا البنات عمرناهم بصيله والطون. دابا غادي نبداو نديرو في الحليب مع البيض. تقدو تسموهم لي طارت مالحين، تقدو تسموهم كيشك. كيف ما كتشوفو معنا البنات، هادي هي كخيم باتيسيير ديالنا. دابا ممكن نبداو نعمرو لي طارت ديالنا الحلوين. خرجناهم من الفرن، بعد ما كملنا الحشوه ديالنا دابا غادي نبداو تزين الفواكه. كل واحد وعلى حسب الطوق ديالو، على حسب شنو موجود عندك في الدار،
شي بضروري، بعد المرات هذاك الديسير اللي كيصفي كيبقى قرب يخسر، ممكن انك تستغليه ما يتقاسش. كتجي البنات غزال وكتنفع في الصراحة للوليدات، سيرتو فاش كيجيو من ليكول الوليدات عز عليهم هاد الشي ديال اللي كيكون فيه الدسر. من بعد فاش غادا نسالي غادا ندخلها للتلاجة باش تبرد شوية. فهمتني؟ دابا هادي لقيتها باقا مازال ما عمراش بزاف، كل مرة نوعو في العمارة باش الوليدات ما يملوش، كيبغيو يشوفوا ديما هما الجديد. شوفوا البنات هذا الشيء كيف ما كنقول لكم، حتى حاجه ما تضيع الفرشات. البنات هذا هو الطبق ديالنا، بكيه وحده خرجت لي جوج كيلات، خرجت لي الحلو واللي طاحت مالحين. ممكن انكم تحكوا عليها الفرماج، ممكن انكم ديروهم بالكفته، كيبقى لكم الشوا كيف ما بغيتو نتوما. كنتمنى الفيديو ديالي يعجبكم وينال الاحسان ديالكم، نتمنى انكم تجربوهم، تخليو ليا كومونتير، ديروا جيم، دقوا الجرس، وان شاء الله يوصلكم الجديد ديالي. خليتكم في امان الله، ونتمنى نكون خفيفه على قلوبكم.